بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله نشرح محاضرات الهايبرتنشن، محاضره الهايبرتنشن وكذلك الهارت فيلر. طبعا كل واحده راح نخلي لها جزء بوحدها حتى يعني المحاضره ما تكون طويله. زين، بالنسبه للهايبرتنشن والهارت فيلر ما راح نحكي عليها كمرض نفسه، وانما يعني راح نسولف على الرول اوف دراجز، يعني شلون راح تشتغل الدراجز على هاي المرضين او هاي الحالتين. طبعا هاي الحالتين كلش مهمات، الامراض اللي تتعلق بها كلش كومن بالحياه، يعني بالحياه الجامعيه وبالحياه يعني الطبيه وبالحياه كلها. يعني لا يكاد واحد بعائلته ما يكون عنده احد من افراد عائلته انه يحتوي او يعني مصاب مثلا مرض ارتفاع ضغط الدم، او الهارت فيلر يعني يكون شوي مو كلش ذاك يعني مقارنه مع الهايبرتنشن. فالمهم هذا الجزء راح يتكلم عن الهايبرتنشن. الهايبرتنشن هو شنو؟ الهايبرتنشن هو مرض ارتفاع ضغط الدم. يعني من تجي تقيسه سواء واحد يقول لك تعال قيس لي ضغطي، خلينا نحكي طبعا اشياء يعني كلش نقول ما ندخل بالتفصيل ممل بيها. مثلا هو انت تعرف 120 على 80 وممكن زاد 20 زاد 20. المهم خلينا نقول هسه 120 نقول هسه فد 120 على لا إله 120 على 80، هذا هو مثلا الضغط الطبيعي. تجي تقيس الضغط الواحد مثلا معين تلقى مثلا ضغطه 180 على 120، يعني تلقى هيك مثلا صاعد الضغط. يعني المهم تلقى انت الضغط اعلى من المستوى الطبيعي، وليس هايبرتنشن، لا هايبرتنشن. هذا الحاله كلش خطره على المريض. هو بحد ذاته اذا تقول هذا عنده ارتفاع ضغط الدم، اذا سالفته بس على ارتفاع ضغط الدم فشلون نقول سالفة زينة ما راد لها تعب واحد يخاف منها. بس هو مشكلة الهايبرتنشن، ويسموه دائما المرض القاتل الصامت، انه ليش؟ لان الهايبرتنشن هو مشكلته بالكومبليكيشن مالته، بالمضاعفات اللي ممكن يسببها منه هو هذا المرض. عنده مضاعفات تكون على مستوى السي ان اس او مستوى الكارديوفاسكولار سيستم، تسبب لك ام اي، ممكن تسبب لك هارت فيلر. هو نفس الهايبرتنشن يسبب هارت فيلر. ممكن يعني امراض على مستوى الرينال سيستم، الجي اي تي سيستم، يعني حتى على مستوى البلد، والمهم كل يعني ممكن يوصل لها مضاعفات الكومبليكيشن مالته. فأنا فكرتي الأساسية لازم أنا أعالج هذا المرض حتى أمنع الكومبليكيشن من أنه تصير عندي، لأن ظن أن الكومبليكيشن هي عبارة عن نتاج شيء وهو الهايبرتنشن. زين، بالنسبة للهايبرتنشن خلنا نتذكر فد أشياء خلناها بالكارديوفاسكولار سيستم بموديول الكارديو، هو يعني فسلجة الكارديوفاسكولار سيستم. البلود بريشر راح نرمز له بالبي بي اللي هو ارتفاع ضغط الدم. هو شنو هو؟ او مرض ارتفاع ضغط الدم. هو شنو ضغط الدم؟ هسه هذا اعتبر لي انت هسه حاليا اعتبر لي هذا فد بلود فيزل، تمام؟ هذا فد بلود فيزل معين، واكو شنو بداخل البلود فيزل؟ راح تلقى اكو بداخل البلود فيزل راح تلقى فد شنو يعني سائل اللي هو الدم موجود هنا بالداخل مالت. زين، افرض نفسك انت هذا السائل. هذا السائل اذا يعني شلون نقول، وانت هسه مثلا قاعد بداخل هذا، هو مثل الصوند قاعد انت بداخل الصوند، اذا كانت يعني يعني شلون نقول راخي عليك ومو ضاغط عليك، فان تكون انت مرتاح، يعني انت مرتاح وكذلك هو البلود فيزل مرتاح، لا احد يضغط على الثاني ولا شيء، يعني فالطبيعي نقول مثلا 120 على 80. لكن من مثلا تصير عندك فازو كونستراكشن، يعني شنو؟ يعني يبدي يتضيق البلود فيزل، يتضيق البلود فيزل، فش راح يصير هسه؟ شوف هذا الدم راح تبدي تنزل، يعني انت البلود فيزل جاي يضغط عليك، هسه مو قلنا نعتبر روحك الدم جاي يضغط عليك، فش راح يصير؟ راح يرتفع ضغط الدم، راح تلقاه مو 120، راح تلقاه مثلا 160، يعني مثلا على مثلا 100، تمام؟ يعني راح تلقى ضغط صعد. فاذا هو شنو الضغط الدم او البلود بريشر؟ هو الضغط المسلط على جدران منه، جدران البلود فيزل، تحديدا الارتري. احنا كلامنا دائما على الارتري. زين، حاليا يعني مو دائما، قصدي هسه بالوقت الحالي جاي نحكي على الارتري. فالمهم ضغط الدم اللي هو شنو؟ هو الضغط المسلط على جدران الداخليه من البلود فيزل. زين، اذا فرضنا توسع، لا زادت، شوف شو صارت لكم مساحه ايش قد هنا كبيره، فشنو بعد؟ ماكو ضغط، راح يقل الضغط. فمن هسه اقول لك انا هسه جعاصه،
اذا الضغط المسلط على جدران الوعاء هل هي عاليه ام قليله؟ راح تقول لي عاليه، يعني بلود بريشر راح تلقاه عالي مثلا 160. زين اذا هيجي لا تلقاه نازل مثلا 90 على 60، اوكي يعني ينزل. والطبيعي هو الطبيعي انه يكون مستوى انه شو نقول 120 على 80. اذا ضغط الدم هو شنو؟ هو الضغط المسلط على جدران الاوعيه الدمويه في الشرايين. زين البلود بريشر كاساس يعني زيادته او نقصانه يعتمد على شيئين اساسيين اللي هو بالمعادله كنا مغذيه، ما اريد ادخلك معادلات وادوخك، بس اهم شيء تتذكر انه يعتمد على الريسيستنس او البيريفرال ريسيستنس والكاردييك اوتبوت. شنو البيريفرال ريسيستنس؟ هي نفسها توني حكيت لك اياها. من هنا أنا كل ما صار تضيق اكثر يعني جاي يصير ريسيستنس اعلى، يعني الضغط المسلط اعلى، يعني بلود بريشر عالي. يعني اذا نقول هسه انا مثلا صار فازو كونستراكشن، يعني هذا نزل، راح شنو يصير؟ راح يصير الريسيستنس اعلى، فبالتالي بلود بريشر راح يكون شنو؟ اعلى. زين اذا لا هذا صعد لي فوق فماكو ضغط اعلى، راح يصير الضغط قليل، فاذا الضغط قليل شنو ضغط الدم راح يكون؟ قليل. هاي الفكره الاولى. يعتمد كذلك على شنو هسه واحد؟ يعتمد على الكاردييك اوتبوت. الكاردييك اوتبوت هو شنو؟ هو كميه الدم، كميه الدم اللي يضخها المهم يعني هسه هذا مثلا فرضوا قلب. ولا مو ادري شنو هذا، المهم هذا فرض القلب، كمية يعني الضغط او كمية الدم الجاية تخرج من القلب لكل دقيقة، لكل دقيقة نسميها كارديك اوتبوت. كل ما هاي زادت، كل ما زادت زين الدم هسه وين جاي يدفع كم يعني القلب وين جاي يدفع الدم؟ جاي يدفعه في فيزل كبير تتذكروا اسمه الاورتا. فإذا دفع كمية دم أعلى يعني كمية هذا الدم صارت أكثر أكثر، فكأنه راح يصير هذا الشارع وهذا هنا الدم هو الناس، فكل ما الناس أكثر كل ما راح يصير ضغط أكثر، فبالتالي شنو البلود بريشر؟ أعلى. فأنت هسه الكاردييك أوتبوت كل ما زادت، كل ما القلب ظل يدفع دم أكثر راح يؤدي إلى زيادة بلود بريشر أعلى. زين إذا كان الكاردييك أوتبوت قليل فالضغط راح يكون قليل. زين اوكي فكره بعد اخرى، الكارديك اوتبوت زين يعتمد على شنو؟ الكارديك اوتبوت يعني كميه الدم جاي يخرجها القلب بالدقيقه تعتمد على شنو؟ هو قانون هارت ريت بالستروك فوليوم. الستروك فوليوم شنو؟ الستروك فوليوم كميه الدم اللي تخرج بكل دفعه مو لكل دقيقه. الكارديك اوتبوت شنو تكون؟ ايش قد دم يدفعه خلال الدقيقه الواحده، يعني القلب اباوع له جاي يضخ دب دب دب، شوف هسه جاي يضغط، اقعد اكض لي حاس اكض لي فد مؤقت واقول له يلا بحسب لي دقيقه، وهو مستمر دب دب يستمر يضخ بالدم لمده دقيقه اوقفها اشوف ايش قد ضخ. مثلا خلينا رقم ننطيك مثلا خلينا نقول 10 لتر، يعني هيك على مجرد هيك رقم، هاي 10 لتر بالدقيقه نسميها كارديك اوتبوت. زين اذا ابى على القلب شو دب، هاي الدب اريد اشوف ايش قد ضخ الدم مو خلال دقيقه، لا بس هاي الدب الوحده مالته ايش قد طولت، ثانيه ثانيتين مهم ايش قد طولت، اشوف ايش قد دفع الدم بهاي الدفعه الوحده نسميها ستروك فوليوم، اللي هي من محددات او راح تحدد الكاردييك اوتبوت. زين بعد شنو يعتمد؟ يعتمد على الهارت ريت، يعني كل اكيد يعني كل ما القلب مثلا بالدقيقه الوحده، هو الهارت ريت شنو؟ عدد دقات القلب بالدقيقه الواحده. اذا دق مثلا هو الطبيعي ايش قد 80 يا 100، مثلا اذا يدق مثلا 170 دقه اكيد الكارديك اوتبوت راح تكون هواي، يعني اذا الهارت ريت عالي اكيد الكارديك اوتبوت عالي، واذا الكارديك اوتبوت عالي راح يصير بلود بريشر عالي. الستروك فوليوم شنو؟ الستروك فوليوم توني حكينا هذا، عفوا شنو توني حكيت. فاذا كانت الستروك فوليوم مثلا يعني اذا يعني الستروك فوليوم الدفعه الوحده ايش قد مثلا 100، وهو بالدقيقه الوحده يدفع لفد 100، فش قد كم لتر راح تضربهم 100 تطلع لك 10000 لتر بالدقيقه الواحده. فشوف يعني اذا ستروك فوليوم كانت عاليه، طبعا اذا اكو خطا عندي بالرياضه تغلسوا، فالكارديك اوتبوت راح تكون اعلى، فالبلود بريشر راح يكون اعلى. زين اذا عرفنا احنا من المسببات. بعد اكو نقطه مهمه لازم تعرفها، الكارديك اوتبوت صحيح كنا يعتمد على ستروك فوليوم ويعتمد على الهارت ريت، بس اكو فد نقطه اخرى هم يعتمد عليها الكونتراكتيليتي، يعني ايش قد يعني قوه الضخه. يعني انت اكيد هسه اذا تجيب لك واحد يشوت الطوبه، يعني نجيب جاهل ونجيب لاعب مثلا لاعب طوبه وواحد جاهل، اقول لهم شوت الطوبه شوته وبكل قوتكم طبعا،
زين هاي الشوت اللي يشوتها ابو اللاعب طوبه هل راح تكون نفس قوه اللي جاهل؟ لا اكيد، لان كونتراكشن او الضغط اللي راح يسببها هذا اللاعب اقوى، فالكارديك اوتبوت راح تكون اقوى، فالبلود بريشر راح يكون اقوى. اذا فهمنا احنا هسه الفكره الاساسيه من البلود بريشر. البلود بريشر هو جايك من شنو؟ جايك من شغلتين اساسيتين، الريسيستنس والكارديك اوتبوت. فالكارديك اوتبوت تعتمد على ثلاث اشياء اساسيه: هارت ريت، ستروك فوليوم، والكونتراكتيليتي. وازيدك من الشعر بيذن منو يزيدهن؟ يزيدهن السمباثيتك اوت فلو. كل ما كان الاوت فلو او السمباثيتك سيستم الضغط يعني تفعل السمباثيتك، تعرفوه هو فايت اند فلايت. تاكد الصوت هذا موجود ولا الفايت اند فلايت، فهذا راح يؤدي الى شنو؟ الى زياده بهاي الشغلات الثلاثه، وبالتالي يزداد الكارديك اوتبوت ويزداد البلود بريشر. فعلى هذا الاساس الجسم راح يلعب على هذا المنوال، اذا قل الضغط عنده يقدر يزيد الريسيستنس، تصعد الضغط. ما يريد يزيد الريسيستنس، يقدر يزيد الكارديك اوتبوت. شلون زيده؟ مثلا يزيد الهارت ريت، يزيد الكونتراكشن، المهم يزيد بذنه، اي شيء يزيد بهذا راح يؤدي الى زياده البلود بريشر. واذا عنده هو الجسم اصلا عنده البلود بريشر عالي، ممكن يلعب على المنوال الثاني، ينزل من ذنه، ينزل من هاي، ينزل من هاي، ينزل من كونتراكشن، يعني شنو بين قوسين؟ يطفي السمباثيتك، يشغل باراسمباثيتك، فراح يبدي يقل الضغط. محاضرتنا راح تحكي على حالات ان بيها الضغط دائما معلق، يعني الجسم حاول بس ما دبرها، حاول يسوي كومبنسيشن نقول بس ما دبرها، او يعني تعب بعد ما صارت شغله مزمنه. هو الهايبرتنشن مرض مزمن. انا اجي كبدوري كطبيب لازم انا اعرف هاي الاساسيات، يعني اذا طبيب ما يعرف هاي الاساسيات ما ادري شنو نقول عليه. المهم يلعب على اساس هذا المنوال، ممكن ينطي دواء يقلل الريسيستنس. يعني شنو يسوي؟ يعني بدل ما هي قلنا هسه هيك من الضيقات، لا نخليني يتوسع. يعني شنو نسميها العمليه؟ ننطي ادويه تسوي فازو دايليشن، مو صحيح؟ ممكن الكارديك اوتبوت الكونتراكشن، اذا انطي دواء يقلل من الضغط من الكونتراكشن، يعني هو الكونتراكشن اكيد عالي، الكارديك اوتبوت عالي، برود بريشر عالي، انا احاول اقلله، انطي ادويه. شو تسوي؟ هو الكونتراكشن اي تقلص، هسه اذكرك اي تقلص بالحياه وكل مكان بالحياه يحتاج كالسيوم على مود يتقلص، انا انطي دواء تغلق قناه الكالسيوم، فراح يصير كونتراكشن اقل، الكارديك اوتبوت قليل، بلود بريشر قليل. زين انطي مثلا يعني ادويه تقلل من هارت ريت وهكذا. فانا هنا اللعب الاساس مالتي راح يكون هذا، لعب الاساس كله راح يكون على اساس هذا المنوال مالتي. زين اريد اذكرك في شيء ثاني، الراس سيستم، رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. شنو هذا النظام؟ هذا النظام اراويك انه لو خلينا نحكي عليها. What is the RAS system؟ الRAS system بصورة بسيطة إنه مثلاً أنت جسمك هسه حالياً الإنسان عندك لأي سبب من الأسباب صار عنده نقصان بالبلود بريشر، أي سبب من الأسباب سولفنا عليها من الساعة، المهم صار عنده بلود بريشر قليل. الجسم إيش راح يسوي؟ يعني What should he do؟ يعني إيش راح يسوي الجسم حتى يتعامل ويحاول يسوي يعاكس هذا الشيء، يعني يرفع من البلود بريشر؟ شي يسوي عدة طرق، احد الطرق اللي يرفع بها الضغط نسميها الراس سيستم. الراس سيستم مجرد هو فكرته شنو؟ عندك شيء كبد وعندك شيء اسمه كلية. الكبد راح يكون لك فشي نسميه انجيوتنسينوجين، اوكي، وركز على اسمه ينتهي بجين، انجيوتنسينوجين انجيوتنسينوجين. هذا الانجيوتنسينوجين سوري راح يدخل الى البلود فيزل، يعني راح يمشي بالدم. هذا الانجيوتنسينوجين نسميه بريكورسر، يعني لازم يتحول الى، هسه ما مستفادين منه شيء، نريد يتحول الى شيء نستفاد منه. راح تجي الكليه دورها الكدني تطيق فشيء اسمه رينين، شيء اسمه رينين هرمون، لهذا يعني رينين. هذا طبعا هذا النظام شنو هسه حاليا شغلته كلها يرفع الضغط، شغلته شنو؟ يرفع لك الضغط. اذا انا هسه اول خطوه بهذا السيستم هو تحويل الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين واحد. زين انا هنا خل انبهك، اذا اريد اسوي فدوه معين يشتغل على هذا السيستم يخربه، ما اريده يستمر
من خطواته يبدا من الليفر الى وين بعد راح ينتهي كيف وين ينتهي. من اول خطوه انا اقدر شو اسوي؟ ما يعني ما اقدر اتحك يعني انا يمكن اخرب الكبد اذا اضيف شيء يمنع يكون انجيوتنسينوجين او شنو او الى اخره. فشنو عندي هذا الرنين الكفرزته ممكن عندي انا شنو فد ادويه نسميها رنين انهبيتر مثل اليكريسان طبعا ما مذكره بالمحاضره. شو اسوي؟ مجرد اطفي هذا الرنين فعلى عدل انجيوتنسينوجين ما راح يتحول الى انجيوتنسين واحد. هاي الدواء رقم واحد. زين الانجيو هسه صار عندنا الانجيوتنسينوجين يتحول الى انجيوتنسين واحد. هذا الانجيوتنسين واحد ما يقدر يشتغل يحتاج يتحول الى شيء اخر نسميه انجيوتنسين 2. زين منو يحول لك الانجيوتنسين من واحد الى اثنين؟ عندنا فد انزيم تطي الرئات مو بس شرط الرئات حتى البلود نافازول يعني الاندوثيليوم هم متكونه. المهم خلينا نقول هسه اللانجز تكون لك اياه تكون لك شنو تكون لك فشيء اسمه ACE انجيو اي يعني انجيو سي يعني AA يعني انجيوتنسين هو نفسه هذا يعني سي يعني كونفيرتينج يعني راح يحوله والاي يعني انزيم لان هو هذا انزيم. هذا شو راح يسوي انجيوتنسين كونفيرتينج انزيم من اسمه راح يحول كونفيرت 1 تو 2 يتحول الى 2. زين انا اذا اقول لك هسه لحد هنا بهذا السيناريو اذا اريدك تسوي دواء وتوقف شغل هذا شنو تنطي ممكن اقول تقول لي راح اسوي دواء يطفي الاي سي هذا الانزيم يعني اسوي انهبت لهذا الانزيم حتى ما يشتغل فبالتالي بعد الانجيوتنسين واحد لو يموت ما يتحول الى 2 يعني انا وقفت هذا طفيت يعني طيت دواء وين ما موجود هذا الاي سي اي يطفي. اذا هذا الدواء رقم شنو الدواء رقم 2. زين خلينا نكمل السيناريو. هذا الانجيوتنسين 2 ايش راح يسوي يا استاذ العزيز؟ هذا الانزيم او العفو هذا المولكيول راح شنو يسوي؟ راح يسلك طريقين. طريق اول يروح الى يعني هو للبلود فيزل نفسه اي بلود فيزل قدامه يقدر يسوي له كونستركشن يعني يضيقه. شو يسوي؟ يضيقه يضيقه يعني هنا شنو راح يصير ضغط عالي لو قليل انت جاي تقول يضيقه يعني راح يصير شنو كونستركشن يعني ضغط عالي. فشوفوا هسه هنا هذا النظام شنو شغلته اصلا يرفع الضغط. فشوف هسه هاي اول شيء شفنا الانجيوتنسين رفع من البلود بريشر اذا بس الانجيوتنسين هم عنده شغله ثانيه يعني مو بس هنا انا وساكت يروح للكليه تحديدا يصعد فوق الادرينال جلاند. اوكي هاي اكو غده تصير فوق الكليه اعتقد بالعربي اسمها الكظريه انا ما اعرف بالعربي صراحه. المهم الادرينال جلاند راح يعطيها امر يقللها فرزيلي فشي اسمه الدستيرون ولهذا هو اجي اسمه رينين اللي هو اول هرمون الفرز انجيوتنسين او انجيوتنسينوجين الدستيرون فلهذا اجى منها الالدستيرون انفرز كاستجابه لمن الى الانجيوتنسين. وهذا الالدستيرون راح يمشي 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 يروح حميا للكليه يعني هو اصلا ينفرز من فوق الكليه ويروح يشتغل على الكليه. شو يقللها؟ يقللها شكو ما يجي يمك شكو سوائل تجي يمك سحبيها للجسم لا تطرحيها مع البول. فشوف هنا لعب هو على يا منوال لعب على هذا المنوال سوى سحب ماي اكثر يعني الستروك فوليوم اللي ضغطه بالبيت الوحده يعني الضغطه الوحده راح تكون اذا هي كانت بالطبيعي 500 تصير 1000 ليش لان جبنا دم اكثر فبالتالي الكاردييك اوتبوت راح تكون اكثر فبالتالي البلود بريشر راح يكون اكثر. زين فشوف انت هذا الرنين انجيوتنسينوجين راس الدستيرون سيستم اشتغل على فكرتين اساسيات اللي هو اشتغل على الريسيستنس على الريسيستنس من فرز الانجيوتنسينوجين هذا توني قلت لك عليه من سوى كونستركشن سوى كونستركشن فسوى من الكونستركشن يعني زيد الريسيستنس فزيد البلود بريشر هذا طريقه له وزيد الالدسترون اللي هو يسحب دم اكثر فرفع من الستروك فوليوم رفع كارديك اوتبوت رفع البلود بريشر. فاذا انا يعني شلون نقول كشخص صيدلاني مثلا او كجاي اشتغل على ادويه اذا اريد اطفي هذا الشغل يعني انا المريض جايني عنده ضغط عالي فانا حتى اوقف هذا الضغط العالي وهو اكيد مشتغل عند الراس سيستم انا شو اسوي؟ اما انطف الدواء يطفي هذا يعني يشتغل يوقف هاي او يوقف هاي. واحنا هاي شفناها من النظام هو توني حكيت لك عليه قلت لك اما نطفي الرنين او نطفي الاي سي اي. واكو طريقه ثالثه شو نسوي؟ الطريقه الثانيه شنو الانجيوتنسينوجين
مو اشتغل على بلود فيزل، اشتغل على ريسبتر. هو من اجي اشتغل؟ اشتغل على ريسبتر معين. اوكي، هذا الريسبتر انجيوتنسين ريسبتر واحد نسميه، اوكي، او اثنين العفو. اعتقد تو. اوكي، واكو فد انجيوتنسين جين ريسبتر، هذا يكون مثلا واحد نسميه، هذا الواحد اي تي واحد لو اي تي اثنين نسيت. المهم دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. هو أعتقد إيه على يشتغلون على واحد، على اثنين. الواحد هذا موجود بس بالأطفال، أوكي، نسميه بالفيتس، يعني موجود بالحياة الجنينية. أنا ليش جاي ركزت على هاي وحتى ستوني جاي أريد أحكي عليها؟ ركزت عليها على مود أقول لك شغلة، هذا الانجيوتنسين جين شنو شغلته؟ طبعا يعني شغلته يشتغل على ريسبتر ويسوي هاي الكونستركشن وهاي السوالف مالته، بس تحديدا الريسبتر مالته AR2. فانا ممكن انطي هاي اكو عائله جديده. هسه احنا شنو وصلنا؟ 2 1 2 عائله، هاي الرقم 3 السد هذا الريسبتر، تمام. شنو شغلته هاي العائله؟ طبعا هي ما تهتم هو رقم 2 او رقم 1، وين ما تشوف ريسبتر للانجيوتنسين السد. لهذا انا لازم انتبه من شغله نسميها، طبعا هنا عائله الارب، حرفيا هيك اسمها عرب، انجيوتنسين ريسبتر بلوكر. هذنا شوي لازم انتبه عليها. ليش؟ لان تتذكر قلت لك انا هذا رقم واحد موجود بس بالفيتس. زين، الفيتس ممكن ياخذ يعني هاي الادويه مال الارب، هو بطن امه شلون ياخذه؟ زين، شلون يوصل لهذا الدواء؟ يوصل له اذا كانت الام حامل، تمام. وإذا وصلت للأم الحامل، هذا الريسبتر الواحد يستفاد منه الجسم أثناء التكوين الجنيني، ممكن يكون عدة أعضاء حيوية وعمليات حيوية كلها تصير داخل الجسم بالاستفادة من هذا الريسبتر. فإذا أنا أعطي هاي العائلة مال الأرب للأم الحامل، فش راح يصير؟ ممكن يروح للطفل ويسد هذا رقم واحد، فصير عندي تشوهات خلقية أو يضرر الجنين. فأنا شنو؟ من هنا أنا عرفت هسه إذا راح نحكي على الأرب، أقول لك دير بالك تنطيها للمرأة الحامل. طبعا هنا بس التثوية أدوية راح نحكيين ينطن للمرأة الحامل اللي عندها ضغط الدم. المهم الأرب لا تفكر تطيها للمرأة الحامل، صح هي تستفاد من أن تسد هذا الريسبتر. فبعد الأنجيوتنسين جين من يجي يريد يشتغل على الريسبتر يدي يسوي كونستركشن، ما يقدر، يعني مسدود هذا الريسبتر، بس ممكن يروح للجاهل ويخرب الرقم واحد. فإذا خرب رقم واحد ممكن يضر الجنين، تمام. فهمنا الفكره الاساسيه. هسه احنا صار عندنا عائلتين اساسيات. طبعا اكو عائله يسموها الرنين، هو ما حكى مثلا مثال عليه الكراسان، هذا شيء يسوي سد الرنين، هو ما مسولف عليها. فلهذا راح نبدي راسه من الى رقم 2 وعائله رقم 3 الاي سي اي والاي ار، تمام. اريد اقول لك شغله قبل لا من يجيك المريض وتريد تعالجه، من تريد تعالج المريض، رجاء رجاء قبل لا تعالج مريضك، رجاء مرة ثانية، قبل لا تعالج مريضك أبول عنده هايبرتنشن، يعني لا تبدأ عندك أنت دائما، خلي بالك الخيار الأول first choice و second choice. الفيرست شويز دائما بالهايبرتنشن لا تبدي رأسة وياه بالأدوية فارماكولوجيكال، لا تبدي بهذا، ابدأ باللايف ستايل. يعني إذا ياخذ صوديوم، يعني أكل بملح، قل له لا عوفه. إذا هو أوبيس قل له نزل وزنك. إذا هو ياكل أكل بدهون وفات قل له عوفه. يعني شو نقول، ستدرنت لايف ستايل، خلي عوفه، خلي غير من حياته، قل له يومي يمشي لك فت نص ساعة، أكل أكل صحي، زيد من الأكل الصحي، قلل من الأكل الضار، لا تأخذ واي ملح. هاي كلها وتبقى تراقبة طبعاً، تطيفة أسبوع مثلاً التابعة أسبوعين التابعة ويا هاي الحالة. إذا صار الهايبرتنشن مالته عندك طبعاً احتمال عالي إن الهايبرتنشن يرجع بعد ماكو هايبرتنشن، يرجع بلود برجر طبيعي وبدون ما تدخلت دوائياً أنت عالجته. لكن المشكلة وين تظهر؟ المشكلة تظهر مرات يعني يستمر وياك، أو هو حالته ما تتطلب، يعني شو نقول، ما عندك وقت، ما عندك وقت أن تقعد تراقبه
او تنتبه عليه او هو يعني حالته ينتظر، لازم تبدا ويا فارماكولوجيكال. زين، اذا تريد تبدي ويا فارماكولوجيكال عندك دائما فيرست لاين، يعني الجايد لاينز تقول لك اول شيء تبدا بهذا، واذا ما تقدر ابدا بنوب 2 3 4 5. المهم منو ذولا الفيرست لاين؟ الفيرست لاين ذولا هم الادويه اللي تونا سولفنا عليها، الانجيوتنسين كونفرتيك انزيم انهيبيترز، هاي العائله رقم 2 قلت لك انطفي هذا الانزيم، والارب اللي هو انجيوتنسين ريسبتور بلوكر هذا رقم 2. هنا عندنا العائلتين انا راح اقدر استعملهم. الاي سي اي مثل ما قلت لك انطفي هنا، والعرب شو نسوي؟ انطفي الريسبتور. زين، اريد اخليك تنتبه في الشغله مهمه. شنو اللي يوضح؟ الاي سي انهيبيترز او الايس انهيبيترز هن طبعا امثله عليها الانابريل، انابريل وكابتوبريل والليزنوبريل. طبعا راح اعطيك ملاحظات كلش مهمه تساعدك بحل الكيسات. ار ريكومندد از فيرست لاين تريتمنت، دول تستعملهم فيرست لاين مثل ما اتفقنا. المرض الهايبرتنشن طبعا شنو بيهم؟ ممكن عندهم الكورونري، هذا هاي انا ذاك لك اياه غير سلايد. المهم من هذا السلايد اريدك تنتبه على شغله مهمه، هم الفيرست لاين وهاي الامثله عليها. اريد اقول لك امتى تستعملهن؟ من يجيك يا مريض اول شيء هو فيرست لاين، وانت تنطين للاشخاص اللي هم عندهم مرض مثلا كورونري ديزيز، عندهم مشاكل بالشرايين التاجيه، جماعه الدايابيتس ميليتس، جماعه الستروك، جماعه الهارت فيلر، جماعه الام اي، جماعه الكرونيك كيدني ديزيز، وجماعه الدايابيتك نيفروباثي. اذا تريد تتذكرين احفظ هاي الجمله، كان دكتور سيرف هيلثي ميلز كونتينينج ديزرت، هل ممكن الاطباء ينطون اكل صحي يحتوي على حلويات؟ اول حرف هو من السي مثلا كورونري ديزيز، دي دايابيتس ميليتس، اس ستروك، اتش هارت فيلر، وهكذا. اوكي، هاي ممكن تساعدك يعني انت تكيها. زين، لازم تنتبه على فالشغله معينه، كل الشغله ضروريه يعني تخليها ببالك. ارجع لك للايس انهيبيترز، مثل ما اتفقنا احنا شنو قلنا؟ قلنا الانجيوتنسين واحد يتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق انزيم نسميه ايس انجيوتنسين كونفرتيك انزيم. هذا انجيوتنسين كونفرتيك انزيم صحيح هاي عنده مهمه رقم واحد، بس هم عنده مهمه رقم 2. شنو مهمته رقم 2؟ يروح اكو اي وين ماكو برادكاينين، فهذا مولكيول اسمه برادكاينين ومولكيول اسمه بروستاكلاندين، هذن اثنيناتن العوائل او اثنيناتن عفوا عوائل ذن الهرمون او المولكيولز الموجوده، ذن اثنيناتن شغلتين يسوون فازو دايليشن، يعني يوسعن القصبات الهوائيه تمام، واثنيناتن او يعني مثلا بروستاسايكلين. اوكي، وهذا البراديكاينين بمشكله انه ايش يسوي؟ واحد يظل يعني اذا بس يعني شو نقول يزداد نسبته بالجسم يصير عنده دراي كاف، يظل يقح يعني قحه بس ما بدون بلغم او الاخر، يعني مجرد دراي كاف. فعندك هذا الانزيم ايش يسوي؟ شغلته يكظهن ويكسرهن. لهذا انا من انطي عائلات الاي سي انهيبيترز، من انطي جماعه الايس انهيبيترز، ايش راح يسوون؟ راح يكسرن يفلشن يوقفن شغل هذا الانزيم. فبعد ايش راح يصير؟ ما راح يتحول الانجيوتنسين الى انجيوتنسين 2 واللي هو هذا انا استفاد منه، لان بعد ماكو ضغط عالي، بس بنفس الوقت البراديكاينين والبروستاسايكلين ذولا منو راح يكسرهم؟ بعد ما حد اللي كان يكسرهم راح، فراح تزداد نسبتهم بالجسم. صحيح راح استفاد منهم هواي، هم شغلتهم فازو دايليشن، بس هم عندهم مشكله انه يخلن المريض يظل يقح دراي كاف، وممكن تسبب له ايضا حاله نسميها الانجيو ايديما. والانجيو ايديما حرفيا تباوع الوجه مورم، تلقى خدش قد عيونه كبار، يعني هيك مورم وجه، خصوصا شفايفه تصير كلش كبار، خشمه يكبر، يعني هاي اسمها انجيو ايديما، حس مثل حساسيه تقريبا. هنا هسه بعد شنو عندنا؟ هي العيس، هاي عائله العيس. فلهذا انت لازم تخلي ببالك انت من راح تعطي مريضك ايس، لازم تخلي ببالك هو ممكن راح يبدا يصير عنده دراي كاف ويصير عنده انجيو ايديما. اكو فد نقطه اخرى اريد اسولف لك عليها، الالدسترون. احنا هسه شنو منطينا هاي الايس؟ بعد الالدسترون ماكو تمام، الالدسترون ماكو،
الالدسترون شنو يروح؟ يروح الى اكو ريسبتر طبعا بالطبيعي، اكو ريسبتر شغلته شو يسوي؟ يسحب هنا جهة الدم وهنا جهة البول، تمام؟ يسحب من البول، يسحب لك يعني البول قبل لا يطلع، يسحب من نفس شيء اللي هو صوديوم و H2O، يسحبن ودين بالدم. هذا احنا استفادينه، قلنا شنو؟ يرفع كمية الدم بجسمك، فبالتالي شنو؟ راح يصير عندك دم اكثر فيرتفع ضغطك. وبنفس الوقت شو يسوي؟ يكض البوتاسيوم، البوتاسيوم والH ياخذهن من الدم ويشمرهن بالبول، فبالتالي يحميك انك نسبة البوتاسيوم بجسمك تصعد، ويحميك من ان نسبة الهيدروجين بجسمك تصعد، لان هذا يسبب لك اسيدوسيس وهذا يسبب لك هايبركاليميا. فانت من تطي هاي العائلة راح توقف شغل الالدسترون، يعني جاي توقف هاي العملية، فبالتالي بالبول راح يبقى، راح ظل تطرح انت بالبول مالتك الماي، وهذا شيء حلو لان انت بلود برشر كان من يصعد لان عندك ماي هواي، فتذبيت الماي فقل ضغطك، بس بنفس الوقت انت خليت روحك هنا بخطر ان جسمك راح يظل يجمع بوتاسيوم وهيدروجين، فاذا اثنيناتهم عندك راح يصيرن عاليات. اذا اثنيناتهم صارن عندك عاليات، فان مريضك راح يكون هم معرض الى الهايبركاليميا والاسيدوسيس، بالاضافه الى شنو؟ الى الدراي كف اللي هي سبب برادكاينين والانجيو ايديما. أنا سولفت لك على كل شيء هسه، بس خلصنا مقطع بعد بس كلام. مثل ما قلت لك هاي شنو نستعملها، قلت لك البرادي كاينين وبروستاسايكلين، وعندك هم اكو شيء NO نيتريك اوكسايد، هذا كلهن يسوي لك فازو دايليشن، بس بنفس الوقت يسبب لك الدراي كف، ممكن يصير عندك راش يعني اشياء مال حساسيه، ممكن حرارته شوي التر تيست يعني طعمه، يعني يشوف لسانك ما يشم عدل زنجار شيء ما يشم شنو ما يذوق عدل، اكيد هايبوتنشن. اي دواء مضاد لارتفاع ضغط الدم ممكن يسبب لك هايبوتنشن، يعني هذا شيء منتي منه. وعندك هايبركاليميا توني قلت لك عليها، واسيدوسيس تقدر تضيف، وانجو ايديما، هذا ادفرس افكت. فانت شلون تذكر؟ انت ذكرنا على اساس يعني قلت طفينا الالدسترون، اذا طفينا الالدسترون شنو راح يصير عندك؟ هايبركاليميا اسيدوسيس، واكيد شنو من طفينا ما البراديكاني راح يبقى، فراح يصير عندك دراي كاف وانجو ايديما. هاي تم ذكرت الميكانيزم، تتذكر السايد افكتس. يمتى ما يصير تنطيهم هذه العائله؟ توني سولفت لك، قلت لك لا تطيها للومن بريجننت وومن، لان هو فيتو توكسيك ممكن يضر الطفل، لان قلت لك هو شنو يعني ممكن يضر المراه، وكذلك لا تنطي الى الجماعه اللي عندهم بايلاترال رينال ستينوسيس. بايلاترال رينال ستينوسيس يعني شنو؟ يعني الاورتن تم ينزل من البطن وانه بينزل الكليات وانه بيتفرع للكلية اليسرى والكلية اليمنى، هنا شنو يصير؟ بيتضيق، يعني هيك يتضيق بيه. وهو اصلا هاي الادويه شنو تسوي؟ يعني شلون نقول زيد الطين بله وضر الكليات، فانت لا تعطيها جماعه البايلاترال. اذا بس جهه واحده اي ممكن، بس هنا أنا خربانه اوكي، وهنا الطبيعيه انطي، بس اذا بايلاترال لا تعطيها، ولا تعطي البريجننت وومن. زين اريدك اذكرك، توني انا ذكرت لك الاسامي مالتهم، اتذكر الكابتوبرول والليزنبرول، هذين اثنيناتهن ما يحتاجن الكبد. يعني اذا اجاك كيس يقول لك عندك ليفر ديسفانكشن، هاي هنا كلش هذا مهم، السلايد كلش مهم. اذا اجاك واحد قال لك عندنا مريض عنده ليفر ديسفانكشن، شنو انت ممكن تعطي ادويه؟ تقول له انطي كابتوبرول وانطي ليزنبرول، لان اثنيناتهن ما يحتاجن يتفعلن بالكبد. زين اذا اجالك واحد عنده رينال ديسفانكشن، يعني الكبد ما بيشي بس كلياته كلش تعبانات ما يقدر يطلع ادويه، وتي تعطي دواء ضغط، ايش تعطي؟ تعطي فوزنبرول، لان هذا ما يطلع عن طريق الكليه، يطلع عن طريق الكبد. اوكي، واذا قالوا لك احنا مريض ما عنده اورد، يعني شو نقول ما مغمي عليه وانا لازم انطي اي في، فيا دواء مال اي سي انطي يا اي في، تقول له انال بريتيل اللي هو تقدر تعطي انترافينسلي. فهاي كلش ضروري تعرفها، اذا واحد كليته تعبانه تنطي فوسنبرول، واذا واحد كبده تعبان تنطي كابتوبرول ليزنبرول، واذا واحد يعني شو نقول تريد تعطي انترافينوس تنطي انالابرات. زين العرب امثل عليها، لوسارتان هذا اشهر واحد، واذا تحفظ بعد عندك هاي فالسارتان تلمستران، كل ينتهي يعني سارتان. اوكي ازيل سارتان املي سارتان، يعني احفظها مثلا لو صار سارتان فالستران فالسارتان، هاي ضروري هذا راح نحكي عليه، احفظ لنا الثانيه مثلا وكيف اقدر اضيف الباقي. يشتغلن على مثل ما اتفقنا، يشتغلن على اليمن، يشتغلن على الاي تي 1 واي تي 2. اي تي 2 راح يطفن الانجيوتنسين مثل ما قلت لك ونستفاد منها، بس المشكله ان يشتغلن على اي تي 1. اذا اشتغلن على اي تي 1 هذا موجود بالطفل،
فلازم تنتبه من ما تنطيل البريجنت وومن. زين طبعا الانجيوتنسين حرفيا شغلها يشبه السوالف السوالفنا عليها يعني بنسبه كبيره العائله اللي قبلها. فلهذا اذا انت تقدر يعني تطيح حتى نفس الانديكيشن يعني اذا ذاك مثلا صارت عنده دراي كف متفقنا او ممكن صار عنده فد مشاكل مضاعفات من عائله الايس تقدر تطيح على عمله العرب. وهم نفس الشيء تطيح جماعه الدايابيتس والهارت فيلر سي كي دي وهكذا. زين عائله ثالثه عندنا يسموها كالسيوم شانل بلوكرز. كالسيوم شانل بلوكرز شنو؟ طبعا هم يعني يقسموا لك اياها عندنا قبل لا نقسمها خلينا نسولف على الكالسيوم. انت تعرف الكالسيوم شنو شغلته؟ الكالسيوم مجرد ما يدخل داخل خليه معينه وتزداد نسبته راح يسبب لك شنو؟ كونتراكشن. يعني راح يبدا يصير كونتراكشن سواء كان هذا فيزل راح يصير بي فازو كونستراكشن وسواء كان قلب اوكي راح يسبب شنو يزيد هم التقلص مالته نسميه انتروبيك. تمام فالكالسيوم اذا دخل داخل القلب يعني صار بالقلب راح يخليه يتقلص بقوه واذا صار بالفازل يسبب له فازو كونستراكشن. فانا مرات شنو سولفنا من ساعه سولفنا اول سلايد اذا تذكرون قلت لك من مشاكل الضغط شنو الكونتراكشن اذا زادت راح يزيد بلود بريشر وكذلك عندك الريسيستنس. الريسيستنس هي نفسها نقصد بها ترى البلود فيزل. فاذا زادت البلود فيزل هم راح يزداد البلود بريشر. فهنا أنا راح تجيك هسه عائلتين يشتغلون على هذا المنوال اللي هنا كالسيوم شانل. اذا انت جبت كالسيوم شانل بلوكر يعني سديت الكالسيوم بعد ما يدخل فبعد ماكو كونتراكشن اذا قللت هاي فقلل البلود بريشر كذلك اذا على القلب قلل البلود بريشر. يقسموها يعني جماعه الفارما هاي تهمهم بس احنا صراحه بس حتى تعرف يعني اكو قسموها نون هيدرو بايريدين وعندنا داي هيدرو بايريدين. والنون هيدرو بايريدين بها اسم بنزو ثيازابيد وداي فينايل الكلاين ماينز. المهم يعني هالاسم الطويل بس اريدك تعرف تحفظ ان النون بصورة اساس النون والداي. بالنسبة الـ يعني النون عندك الداي هذا عائلة مثال عليها الشهير الفيرا باميل والبنزاثيلابين ما ادري شنو هذا الاسم مش طولة مثال عليها الديلتيازام اوكي ديازام اعتقد شيء كتب. المهم وبالنسبة للداي هادرابين مثل هاي امثلة عليها هواية النفيدبين ديفيدبين امولدبين الى اخره من الامثله العديده عليها. زين شنو الفرق بين هاي العائله الان او وعائل يعني النون العفو وعائله الداي هيدرو بايريدين؟ الفرق الاساسي او الجوهري بيناتهم عائله الداي هيدرو بايريدين تشتغل على البلود فيزل بصوره اساسيه عليها من تشتغل على البلود فيزل. اوكي البلود فيزل طبعا انا اظل اليوم افتح وست حتى الاصوات لا تطلع. هاي العائله تشتغل بس على البلود فيزل تمام اللي نسميها الدايهادرا المثال عليها النفيدبين امولدبين والى اخره. اما باقي العائله اللي هذن نون هيدرو بيريدين فيشتغلن على القلب ويشتغلن على الفيزل يعني اثنيناتهم. اوكي يعني اذا اقول لك مثلا اللي هاي العائله قلت لك اثنين قلب من تطي مثلا فيراباميل او تطي ديلتيازام فا اوكي اذا اثنيناتهم يشتغلن على القلب ويشتغلن على البلود فيزل. اما هاي العائله تشتغل على فقط البلود فيزل تمام. احنا جاي نحكي على الكالسيوم شانل بلوكرز. اريدك تخلي بالك من هذه النقطه مهمه. الفيراباميل هو نون سيلكتيف. انت تعرف البيتا بلوكرز او العفو كالسيوم كالسيوم شانل بلوكرز نون سيلكتيف يعني بمعنى اخر مو يروح بس للبلود فيزل او يروح بس للقلب فيشتغل على الاثنيناتين. ف مثل ما اتفقنا وانا قلت لك يشتغل على القلب فقلت لك بالتالي يشتغل على القلب ويشتغل على السموث مسل مال فيزلز. مثال اخر اللي هي الديلتازام اخوه حرفيا اخوه طبعا كلش اخوه بس هذا افضل شوي يعني اوكي يعني السايد افكتس شوي تكون اقل من الفيرابامين
الرغم اكثر شيء يستعملوه هما في رابي ميل، بس الدلتا زم هو اقل السايد افكتس. ليش؟ لان هذا ينطفع عاليه قويه بس السايد افكتس مالته هواي، هذا اقل فعاليه تقريبا شويه بس فعالي يعني بس سايد افكت قليله. يعني شلون تقول اذا تريد افكت اكثر راح تحصل سايد افكت اكثر، بس اذا تعطي اقل فالسايد افكتس هم اقل وهكذا. بما انهم يشتغلون على الكالسيوم وهن نون سيلكتيف، والكالسيوم شنو الخب ما موجودات بس بالقلب وموجودات بس بالبلود فيزل، موجودات بكل مكان اي شيء تتقلص. فانت امعاك من تريد تتقلص وتصير بها موتيليتي وتحرك الاكل اكيد تحتاج شنو كالسيوم. فانت من جاي يسد الكالسيوم شنو بعد ما راح تتحرك، فالاكل راح يبقى ببطنها. زين شنو نسمي الاكل من داخل الامعاء وما جاي يتحرك؟ نسميها الكونستيبيشن اللي هو الامساك. اوكي، فلهذا انت اشهر السايد افكتس الهاي العائله تشوفها الكونستيبيشن. وبالنسبه اذا قال لك يعني او جاك كيس مثلا كالسيوم شانل بلوكر شنو ممكن نستفاد بها تحديدا هاي العائله النون هايدرو كافيرابامير او ديلتازام، ممكن تستعمل الانجينا يعني تستعمل الذبحه الصدريه يعني هو يشتغل على القلب، ممكن تستعملها المايجرين الشقيقه، ممكن تستعملها اس في تي سوبرا فنتريكولار تاكي ارثميه وليس تاكي كارديا تاكي ارثميه. زين لاحظت شغله، احنا ما جبنا طاري ال HTN هايبرتنشن، هو احنا محاضرتنا HTN. هنا الفكره ذولا يعني يعني كالسيوم شانل بلوكرز ممكن يعني استعمال هاي الحالات، بس الهايبرتنشن يكون مخصوص للداي هايدروبايرادين. ليش؟ لان قلت لك انا هذا مختص خلك ناكتب فيزلز اونلي، فيعني راح يشتغل على الريسيستنس يعني راح يشتغل على الضغط. اشهر الامثله عليه ان في دبيدين والامولودبين ذن اشهر شيء. تمام، واي باقي عندك قدامك باقي العوائل only act on vessels so it's primarily used for hypertension. تمام، اكثر شيء نستعمله لضغط الدم. والكالسيوم شانل بلوكرز كان بي يوزد فور بيشنت وذ اسما ودايابيتس وبي في دي. هاي النقطه هنا انا جاي اكد عليها شغله معينه، قلت لك هي نون سيلكتيف فتشتغل بكل مكان. ممكن من احدى الامثله عليها او من تنطي هاي الادويه ممكن تضر الشخص اللي عنده اسما. لهذا احنا ما يصير ننطي فيرابامين او ديلتازام اللي عنده اسما، لان ممكن يسبب لك برونكو كونستركشن. مثل ما قلت لك هي نون سيلكتيف، فيعني شلون تشتغل مثل الهمج. فلهذا ما يصير اذا واحد عنده اسما ما يصير تطيه، ممكن يسبب لك برونكو سبازم وتخنقه اكثر. فطي هاي العائلة أأمن، وهي أصلا تستعمل هايبرتنشن وممكن تستعملها بي في دي مثلا اللي هو بيرفرال فاسكولار ديزيز، يعني شخص مثلا عنده دوالي برجلية عنده أي مشكلة تكون بيرفرال ممكن تريد تستعمل كالسيوم شانل بلوكر تقدر تستعمل هاي العائلة. أريد أعطيك فكرة ثانية أمولدبين يعني مثال عليه، إذا قال لك في الشخص أريد أنا أستعمل لك كالسيوم شانل بلوكر أوكي، وهذا مريضك عمره 90 سنة ما باقي دواء بالحياة ما ذكر لك، يعني يقول لك يستعملوا ديجوكسين وورفرين وضغط مفول، فيا دواء أفضل شيء أستعمله؟ تقول له أستعمل الأمولودبين. ليش؟ لأن هذا كلش الانتراكشن ويا باقي الأدوية تكون قليلة، يعني وخصوصا ديجوكسين والورفرين إذا تذكرون بالمحاضرات سولفنا السابقة جدا مزعجة، ياكو دواء بالحياة ما تسوي انتراكشن ويا وتخربه أو إلى آخره، فهاي كلش حلوة يعني ما يتداخل وياه، فخليها ببالك هاي الملاحظة. هاي الملاحظة ترجع أكتب لك إياها كلش ضرورية يعني تخليها ببالك. زين بالنسبة الادفرس افكت مثل ما قلت لك كونستيبيشن، بس طبعا هو 10% يعني هو جاي يسد القنوات فيقلل الموتيليتي نفس الكلام قلت لك عليه. خلي ببالك النيفيدبين اللي تونا سولفنا عليه صحيح هو يشتغل على البلود فيزلز برايمرلي، بس ممكن عنده يسبب لك حالة نسميها جينجيفال هايبربليجيا، يعني تقول لي افتح حلقك وطلع اسنانك تلقى هيك اللثه مالته مصاعد على الاسنان من هيك كلش كبرانه. وبنفس الوقت قلت لك الاشخاص اللي عندهم يعني عندهم هسه ملاحظه جديده، الشخص اللي عنده مهم اذا قال لك هذا الشخص عنده هارت فيلر واي في بلوك يا هي من الادويه ما يصير تعطيه هي الفيرابامين مفروض ما ينطي. ليش؟ لان فيراب الهارت فيلر والاتريال وانتريفيتريكولار بلوك ان شنو صاير بيهم ذول المرضين اثنيناتهم دقات القلب كونتراكشن، هم هاي الحالتين اصلا هارت فيلر هو من اسمه فشل القلب، الكونتراكشن مالته شنو قليل. الاي في بلوك كذلك التوصيليه مال الكهربائيه هم تكون يعني شو نقول كوندكشن تكون قليله. فانت من تجي تعطي هذن العائلتين يعني كالسيوم شانل بلوكرز انت جاي تزيد الطين بله،
فما يصير تنطيها كونترا انديكيتد، خليها ببالك. زين، نبقى هاي العوائل بالاخير عندنا فد عائله نسميها بيتا ادرينوسبترز بلوكينج ايجنتس، يعني بيتا بلوكرز، يعني يروحن على انت تعرفون عندنا طبعا احنا بس ينس المفروض هاي يعني المحاضره تنذكر ثاني بس مو مشكله. عندنا عندنا ريسبترات مغذيه قبل بالام ار، عندنا الفا ريسبترز وبيتا ريسبترز، يعني سمباثتك والباراسمباثتك ويفرزن هاي مالتنا سيتيلكولين والنورادرينالين وهاي السوالف، يشتغلن وين؟ يشتغلن على الالفا والبيتا ريسبتر. الالفا بيها الفا 1 الفا 2 والبيتا بيها بيتا 1 وبيتا 2 ريسبترز. فاحنا شو راح نسوي؟ طبعا هاي طبعا من وظائف ما اريد ادوخبين، من وظائف انه اكو زيد دقات القلب واكو قلل من دقات القلب. فانا ايش راح اسوي؟ راح اسوينا عائله نسميها بيتا ادرينوسبترز بلوكينج، اسيت قنوات البيتا ريسبتر. فاذا انا سديت البيتا ريسبتر بعد الكونتراكشن راح يقل، واذا قل الكونتراكشن نرجع نفس الصوره. تقلل كونتراكشن هذن الادويه ويقلل الهارت ريت للعلم، يعني اثنينات ينقلن، وبالتالي يقلل الكاردياك اوتبوت وبالتالي يقلل البلود بريشر، حل لنا مشكله ارتفاع ضغط الدم. زين، وطبعا هم يسد افراز الرنين من الكدني، يعني هم ممكن بيهن جانب اخر انه شنو يسوون؟ يسوون شو نقول، يقللن من عمل الرنين انجيوتنس الراس سيستم. The outcome is decreasing blood pressure. أمثلة عليها بروبانول، طبعا هو نون سلكتيف تمام، وعنده سايد افكتس، فبالتالي ما يصير تطيها جماعة الأسمة، يعني ضروري تنتبه ما يصير تطيها الأسمة ولا تطيها البي في دي ولا تطيها الأكيوت هارت فيلر. وركز حطت لنا خط جوا الأكيوت هارت فيلر لأنه يختلف عن الكرونيك. الكرونيك راح أقول لك منو تستعمله أو ممكن تطي الكرونيك، بس أكيوت ما يصير. زين، اذا هسه انا قلت لك هنا هذين الثلاث حالات ما يصير تطيه، توني ذكرت لك قلت لك لعب منو تطيه؟ تطيه جماعه الامنودبين، مو قلت لك العفو النفيدبين او الامنودبين نفسهم، يعني تطيه هاي الحالات. فبالتالي انت اذا واحد جاك بي في دي او دايتس او اسمه مثلا وخايف انت تطي بيتا بلوكرز، هاي عندك، هاي قدامك كالسيوم شانل بلوكر، طي جماعه الداي هيدروبايريدين. زين، وخلي ببالك عندك ثلاث اسماء، الميتوبرولول واتينولول والنيوبرولول، هذن كلش يشتغلن بس بيتا واحد، يعني سيلكتيف. من نقول سيلكتيف يعني يختارن بيتا واحد او يختارن بيتا 2 او يختارن الفا واحد او الفا 2 وهكذا. فهذن الميتوبرولول اتينولول نيوبرولول سيلكتيف فور بيتا 1 بيتا 1 يعني ريسبتر، فبالتالي ذن كلش افضل تمام. وبنفس الوقت يزيد ان لانه نيتريك اوكسيد، وتعرفون انتم نيتريك اوكسيد هو يسوي فازودايليشن، واذا صار فازودايليشن قلت الريزستنس، واذا قلت الريزستنس قل الضغط. طبعا شنو عدد المضاعفات؟ هواي به مضاعفات يعني الصراحه. طبعا راح نعيد هنا بالسي ان اس، يسبب فتيك ديكريس، وتبدي تذكر ديكريس ليبيدو، ديكريس اتش دي ال وهذا النافع احنا نحبه، هتقلل اشوف، وديكريس هارت ريت اكيد يعني احنا اصلا شغال، وكذلك ممكن يسبب لك تراي جليسرايد انكريز دراي جليسرايد اللي هو الضار، انا ما احب، تخيل يزيد الضار وتقلل المفيد، وعندهم اعراض ممكن تسبب لك وثدرا وسبتم. يعني هاي الادويه من النوع انه من تاخذها ما يصير المريض اخذها راسه يموت، ولا يصير يقطعها راسه يموت. فلازم اول ما يبدي مثلا نص حبايه ربع حبايه، نبو شوي شوي يبدي يزيد الحبايات مالته حسب الطبيب شلون يوصف لي ويستمر عليها، ومن يريد يقطعها ما يصير يقطعها لين يموت. وحرفيا من جاي يقول كلمه يموت، يعني حرفيا بالمعنى الحرفي يموت، ويا ما توش قد ناس، وخصوصا هاي الأدوية ياخذوها جماعة الأوسكي، يعني يعني اكو طلاب بالأوسكي عساس هي تقلل من التوتر ودقات القلب وهاي السوالف، يجوا ياخذ بكيفه ورا كم يوم تلقى يابا شنو صار؟ توفى الله يرحمه. ليش؟ والله هيك اجى امره، لا هو مو جامره يعني، هو كتر روحه بنفسه، يعني استعمل هاي بكيفه، راسه اخذها وبسرعه قطعها فتكتلك، نسميها وثد راوس سبتمز، يعني لازم على كيفك، يعني تاخذه شوي شوي وتقطعه شوي شوي، ما يصير يعني راسه. ليش؟ لان انت يعني حرفيا هي هاي الادويه تعود قلبك انه شنو بيتا بلوكر، يعني يقلل من كونتراكشن مال القلب، يعني اذا هو متعود مثلا فرضا خلينا نقول يضغط بقوه النيوتن مثلا فد 100 نيوتن، انت عودته بهاي الادويه يوصل ل 50 نيوتن يعني للنص مثلا، فانت ما يصير راسه تاخذ حبايات كامله، يعني هو متعود 100 وراسه تقطع عليه الكونتراكشن راسه ممكن يتفلش ينعلب طاهر القلب، ولا يصير انت معوده 50 فجاه تقطعها
فجأة تقطعها زين، هو شنو هو متعود 50 50 50، فجأة بعد ما حد يقول له منع إلا 50، فجأة يريد 100، جسمه كله يتخربط. فكلش ضروري هاي تنتبهون عليها شباب، يعني والله يكفيكم الشر إن شاء الله. عندنا قلنا عندنا بيتا وعندنا ألفا، هذا أكو بعد عائلة يسموه ألفا أدرينو سيبتر بلوكين إيجنس، تمام. ذن تحديدا يروح يسوون ريلاكسيشن لأرتريز وكذلك الفينيولز، تمام، يعني قلل الحالتين، قلل البلود برشر بالأرتريولز والفينيولز. يعني شفت هذا أول مرة نجيب طاري فينيولز، يسوون ارتخاء للعضلات مالتين فنستفاد منهم. أمثلة عليها برازوسين ودوكسازوسين وتيروزوسين. من أمثلة عليها ممكن يسبب لك ريفلكس تاكيكارديا، يعني شوي شوي فجأة ترجع تصعد دقات القلب إذا يعوفها، وممكن بوستورال هايبوتنشن مثلا، وقاعد هسه شلون قاعد انا بس اقوم راسا ادوخن، يعني تغوش او بعد اقوم ما اشوف عيوني السود، وراح ترجع شوي شيء ثانيتين ثلاثه ترجع طبيعي، فيعني هم جاست سايد افكتس. اوكي سنترالي، عندنا سنترالي اكتنج، من اسمه سنترالي يعني يشتغلن على الفا 2 اغونست وليس انتاغونست. يعني ليش الفا 2 اغونست؟ ليش يساعدنا الالفا 2؟ ليش ما يضان؟ لان هي الالفا 2 اصلا شغلتها يطفن السمباثيتك اللي هو شنو اصلا قلنا يزيد اللود برشر، فاحنا نجيب ادويه نساعد الالفا 2 فبالتالي نطفي السمباثيتك فبالتالي يقل اللود برشر. فيها مثال ضروريات تخلي ببالك، البريجننسي ممكن تستعمل الفا مثيل دوبا هاي للبريجننسي، وإذا شخص عنده رينال ديزيز وتريد تستعمل من ذن العالة تستعمل الكولينيدين. فإذا أنت حاليا شنو نخلينا نجمة هاي جماعة البريجننسي، هنا قلت لك عليها ألفا مثال دوبا ومستعمله، قلنا بعد أن نستعمله الجماعة يعني الحامل وين عشان تهيتنا أكيد يعني ممكن ال تاه مو مشكلة أكتب لكم إياها إن شاء الله أسا ما أريد أخرها المحاضرة أصير طويلة. فالمهم يعني ممكن تستعملها هاي الألفا مثيل دوبة تطيها جماعة البريجننسي زين. وعندنا بعد همين هذا عائلة، عندنا عائلة فازودايليترز مثل عليها هيدرا ألازين ومينوكسيديل، طبعا ذنا يروحن للآرتري تحديدا ويسوون لها ريلاكسيشن. اثنيناتني قلل الضغط، بس احنا قمنا نستعمل المينوكسيديل الجماعة يعني الرجال عندهم صلع نعطيهم مينوكسيديل، اما جماعة الهيدرالازين ممكن نعطيهم جماعة البريجنسي، فهاي رقم اثنين. وبعدك واحد صاير فوق من الساعة سولفنا عليه، فذن ضروري تعرفين بالهايبرتنشن الفا مثيل دوبا ممكن تطي، ممكن تطي هيدرالازين اللي هو هذا عائلة الفازودايليتر وهذا عائلة السنترالي اكتينج دراجز. زين بقت اشياء هيك بسيطه، اكو شيء مرات يعني اذا تقرون بالمصدر اسمه ايزوليتد هايبرتنشن، انت مو تعرفه 120 على 80 مرات مثلا بس يصعد مثلا 140 على بس 80، يعني تلقى بس هذا صاعد نسميه ايزوليتد، او مثلا بس الجو ينزل اللي هو سيستول يعني شنو الانقباض مال الاذين والمقام البطين. زين امرجنسي، امرجنسي يعني لازم راسه تودي لل يعني الطوارئ اذا ضغطه عالي كلش، وكذلك عنده اند امرج اورجان دامج يعني مثلا جاي تموت الكليه مالته او جاي تموت دماغه او عضو مهم، هذا نسميه امرجنسي. ارجنسي يعني يحتاج يعني واحد يتلاحق له بس مو مثل امرجنسي، هذا هم بلود بريشر بس ما عنده اند اورجان دامج زائد يعني معه ناقص يعني ما عنده. الجول انت مالتك شنو؟ تقلل الضغط وبالتالي يقلل سي في والرينال كارديوفاسكولار والرينال موربيديتي والمورتاليتي، تقلل الوفيات والاصابات. هاي الاي سي كلها سولفنا عليها تمام شباب، وهاي مثل سوالفت لك على كل وحدة شنو ممكن تستفاد منها البراديكينين وهاي السوالف. هنا أنا كاتب لك دير بالك ترى الاي سي اي انهيبيترز ما يصير تستعملهن إذا شخص جاي ياخذ بوتاسيوم أو ياكل بوتاسيوم، ليش؟ لأن هنا أصلا يسبب لك زيادة بالبوتاسيوم وأنت هذا ياخذ لك بوتاسيوم فما يصير تنتبه. وقلنا الكونترا انديكيشن ما يصير تنطيها للبريجنت ومن، أما جماعة العرب هم سولفنا عليها وقلت لك بلوك 81 فبالتالي ما يصير تطيها الجماعة الحوامل. كالسيوم شنل بلوكرز مثل ما سولفنا، دلتيازام يعني قلنا نون داي هايدروبيدرين وداي هايدروبيدرين، وكل وحدة وكل من استعملناها بس هاي أنا ما ذكرتها صراحة متعمد ما خليتها هناك إذا تريدون تغروها. يعني هي لك جماعة إذا واحد عنده نزيف تحت الدماغ ممكن تطيه نيمودبين. عشانه هاي كلها سولفناها هاي بعد عائلة البيتا أدرين جرجك كلها. اللابيتولول هاي مسعرة أنا سلايد ما موجود بوكيت هاي مسعرة تسولف. عندكم فد عائلة مهمة ضروري يعني تخلي ببالك بالنسبة للبيتا بلوكرز، أنا صراحة ما أدري إيش سلايد ما موجود.
يعني اكو سلايد يعني تكمله بالملاحظات. انا ممكن تبي لك البروبانول ممكن ما يصير تطيها للجماعه ذولا، وميتابرولول واتينيبلول ذولا افضل. وعندك بعد سلايد يعني هاي ما ادري ايش ما موجوده صراحه، هاي كل شيء ضروري تخليها ببالك. ودي هاي ضروري تخليها ببالك. العائلة الثالثة، الدواء الثالث اللي نستعمله للحوامل، فصار عندك ثلاثة. هذا هسه الأول اللابيتيلول، هذا من جماعة البيتا، بيتا أدرينرجيك ريسبتور بلوكينج، تستعمله للمرأة الحاملة أو جستيشنال هايبرتنشن. وجماعة الفازو أول مرة هاي السنترال أكتينج، عندك الألفا ميثيل دوبا والهيدرازين. وهنا أنا بعد هنا نقول لكم ثانك يو، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نحكي هسه يعني إن شاء الله فترة تنزل المال هارت فيلر، إن شاء الله بسيطة ما بيها شيء، والدايركتكس هم بسيطة. إذا ضبطتوا هاي فأنتوا يعني كلش خلصتوا جزء كبير من الفارما بما يخص الموديول، وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.